32 عاما بعد المئة عمر الصحافة في البصرة هنا، استنادا إلى ميلاد صحيفة بصرة إبان العهد العثماني في كانون الثاني من عام 1889. وبهذه المناسبة نظم نادي الصحافة احتفال لاستذكار محطات مهمة مرت بها السلطة الرابعة. العيد 132 لذكرى صدور أول صحيفة في البصرة، وهي صحيفة بصرة. بعد هذا الوقت صدرت أكثر من 20 مطبوع، بين المطبوع الأسبوعي واليومي والدولي. الصحافة في البصرة انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد تراجع الجرائد والاعتماد على الإذاعة والتلفزيون مقابل صعود صحافة المواطن ومنصات التواصل الاجتماعي وشيوع استخدامها في تغطية الأخبار. نتفاجأ مرات أنه المواطن يعني يسبق الحدث، يعني بعض القنوات أو الصحف ما تنشر الحدث، نشوف المواطن هو الأسرع في نشر الحدث. ويرى صحفيون أن البيئة غير مواتية للعمل الإعلامي رغم كفالة الدستور للحريات، إذ يتحدث عاملون في مهنة المتاعب عن معوقات وقيود، بل تهديدات تنهال على الفاعلين منهم. لا تستطيع أن تبدي رأيا صريحا، لأن هناك ضغوط حقيقة سياسية وحكومية وقانونية ضد الصحفي، ولذلك لدينا شواهد عديدة، كثير من الصحفيين تعرضوا للاعتقال، كثير من الصحفيين تعرضوا للمساءلة القانونية، كثير من الصحفيين تعرضوا للتهديد. ويفسر هذا الحال وضع العراقي في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة طبقا لبيانات مراسلون بلا حدود. الصحفيون لا يطالبون بأكثر من بيئة آمنة يمارسون فيها عملهم بلا تهديد أو ضغوط، وخصوصا أن الصحافة الحرة أفضل لقاح لجائحة الشائعات والتضليل. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.